مثل ما شفتوا تواجدنا اليوم في حتى وفي اجمل مكان وادي هب. حتى وادي هب مكان ترفيهي وسياحي بامتياز، يضم انشطه متنوعه تصلح لمختلف الاعمار، والمكان فيه اطلالات جميله تحيط به الجبال من جميع الجهات، وتقدر من قمه الجبل انك تكشف ملامح. حتى البدايه من مدخل وادي هب، عندهم محلات تجارية تبيع كل مستلزمات الأنشطة اللي عندهم، من ملابس للهايكنج وملابس للسياكل. تقدر بعد انك تشتري هدايا تذكارية من هذا المكان وتذكرك وبتخليك ترجع لهذا المكان مرة ثانية. وعندهم كوفي يقدم لك أنواع مختلفة من المشروبات والحلويات والسناك، تقدر أنك تجلس داخل أو خارج الكوفي وتشرب قهوتك قبل لا تنطلق رحلتك اللي هي رحلة المغامرات الرهيبة. وبعدها بحيرة البطل الخارجية، هذا المكان الصغير اللي تقدر تجلس وتسترخي فيه وقت الغروب أو الشروق وتستمتع بأجمل بحيرة بط بين الجبال. والساحة الخارجية هذه بتكون وجهة الأطفال وتجربتهم للعب على الألعاب الهوائية بين الجبال. عندك الألعاب المطاطية وألعاب المغامرات ومنطقة الألعاب جرافيتي اللي فيها الكرة المطاطية الكبيرة، وعندك هذه الزحلاقية الكبيرة اللي بيستانسون عليها الصغارية من أعلى قمة هذا الجبل. مع الدراجات الهوائية، بالأصح الدراجات الجبلية اللي تقدر تحوط فيها حتى كلها وانت مستانس، ولا أقول لك تعال بروي. من تدخل منطقة حتى بتلاحظ وجود المسارات المخصصة للدراجات الهوائية في كل مكان، بين المزارع وبين الجبال، وفي المناطق الحيوية يقولون أن مجموع طول المسارات يوصل إلى 50 كيلو. واليوم نحن اخترنا الدرب اللي يوصل من السد يلين حتى هب، رحلة جميلة طولها حوالي 7.5 كيلومتر بالدراجات، يعني بدال ما تسير بالسيارة نحن بنسير بالسيكل، منها رياضة ومتعة والأجواء صديقة للبيئة. نفس ما خبرناكم المغامرات هني صباحا ومساء، محبي المغامرات والهايكنج لا تطوفون الهايكنج في حتى اجمل مسار بين الجبال، والحين بنيرب وياكم وبنمشي. اكثر رياضة شهيرة في حتى هي الهايكنج، لانها منطقة جبلية ومليئة بالمسارات المشي المختلفة، تنفع للمبتدئين والمحترفين بسبب ساعات العمل الطويلة، وهي مقصد للزوار طول السنة. تبات تحت النجوم وبين الجبال، تجربة المبيت في حتى ما تتطوف، أنا أقول لكم إياها، تعالوا وشوفوا المكان وانتوا احكموا. بنكمل معابل. بالإضافة إلى منتجعات الخمس نجوم في حتى، إلا أن في عندهم أماكن غير تقليدية وفريدة من نوعها للسكن، أماكن تقربك من الطبيعة وهي أساسا جزء منها. أولا أكواخ الدماني، وهي أكواخ فندقية مطلة على حتى وادي هب، وكل كوخ مزود بشرفة خارجية خاصة. أكواخ الدماني مزودة بكل وسائل الراحة والأثاث الطبيعي،
إطلالاته المرتفعة تكشف لك معالم وادي هب وتخليك تعيش الأجواء الجبلية والمناظر الطبيعية كلها من غرفتك. وأجمل شيء في هذا الكوخ المسارات الخاصة لكل كوخ اللي بتخلي رحلتك من الغرفة إلى الطبيعة يوميا ممتعة وسهلة. ثاني هذه التجارب هي منطقة الدوم بارك أو الخيم الدوم، هي وجهة لمحبي النجوم والحياة الجبلية، وأنا أعتبرها أكثر تجربة قربتني من الطبيعة في منطقة حتى، لأن خيم الدوم مصممة على شكل قبة ولها نوافذ بانورامية بإطلالات رائعة على سلسلة جبال حتى. بس تدخل الخيمة بتحس أنك نصبت خيمتك الفندقية الفاخرة وسط الجبال. وهي على حجمها بتعيش أحلى أيام إجازتك في الهواء الطلق تحت السماء. وعلى فكرة كل خيمة فيها الأدوات وتختار الزاوية الخاصة لك وللشوي والأجهزة الإلكترونية متوفرة. وأيضا بعض المناطق المخصصة للكرفانات في حتى، ميزتها أنك تقدر تستأجر الكرفان المزود بأعلى معايير الاستجمام والترفيه، أو تجيب كرفانك الخاص وتوقفه في هذه المنطقة المخصصة للكرفانات وتعيش أجواء أجمل شتاء في العالم. تعالوا وأنا نسيت أختم. في حتى ينتظرك أجمل شتاء في العالم وأجمل وجهة شتوية، وأنا حين أقول لكم تصبحون على وجهات دبي اللي ما تنتهي.